بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة موني كورشي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة سهلة وبسيطة. هنعمل قلب من الكروشيه. بس قبل ما ابدأ، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد من اللي انا بنزله بإذن الله. هنبدأ مع بعض كده ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ اول حاجة، هعمل عقدة البداية وهعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وهقفل بمنزلقة في أول سلسلة أنا عملتها. هيتكون عندي حلقة، هطلع ب3 سلاسل، 1 2 3، وهعمل 3 أعمدة بلفتين. هلف لفتين على الإبرة وهخش في الدايرة اللي أنا كونتها، وهعمل العمود الأول. هرفع الخيط كده، هيتكون عندي 4 غرز على الإبرة. أطلع من أول لفتين وهلف الخيط وأطلع من تاني لفتين، وهلف الخيط وأطلع من اللفتين التانية. هلف لفتين على الإبرة وخش في الدايرة وأطلع من لفتين، بعدين من لفتين، من لفتين، كون العمود التاني. هلف لفتين على الإبرة وخش أعمل العمود التالت اللي بلفتين. اطلع من لفتين وبعدين اطلع من اللفتين التانيين. اتكون عندي 3 أعمدة اللي بلفتين. بعد كده هعمل 3 أعمدة بلفة واحدة. هخش بالإبرة في الدايرة اللي انا اتكونت عندي وهعمل 3 أعمدة بلف. ادي اول عمود، ادي العمود التاني، وهعمل العمود التالت. بعد كده هعمل عمود بلفتين. انا كده كونت النص الاولاني من القلب. هعمل عمود بلفتين واخش في قلب الدايرة واطلع من لفتين، وبعدين لفتين، وبعدين لفتين كده. بعد كده هعمل 3 أعمدة بلفة واحدة. ادي اول عمود، العمود التاني، العمود التالت كده. بعد كده هلف لفتين على الإبرة وهعمل 3 أعمدة بلفتين. العمود التالت كده فاضل لي. كده انا عملت العمود اللي بلفتين وبعدين 3 أعمدة بلفة واحدة. فاضل لي عمود من اللي هو بلفتين. هعمل العمود التالت بلفتين، وزي ما بدأت ب3 سلاسل هنتهي برضو ب1 2 3، وهقفل بمنزلقة في الدايرة اللي عندي. وبكده القلب عندي عملته هو وخلص. ممكن تقفلي القلب بالحجم ده، وممكن لو عايزة تكبريه، بس انا هكبره لان كده صغير بالنسبة لي، انا عايزاه في حاجة تانية. ف يعني انت ممكن تستعمليه وهو صغير كده تزيني بيه حاجة، بس انا هكبر القلب. فعشان اكبر القلب بعمل ايه؟ هدخل في ال3 سلاسل دول وهعمل غرزتين حشو. ادي اول غرزة وادي الغرزة التانية. هيقابلني ال3 أعمدة اللي بلفتين. هدخل فوق كل عمود من الأعمدة دي وهعمل فوقيه 3 أعمدة بلفة واحدة. ادي اول عمود، التاني، التالت. هاجي فوق العمود التاني اللي بلفتين وهعمل فوقيه 3 أعمدة
بلفة واحدة. ادي واحد اتنين تلاتة، هاجي فوق العمود التالت وهعمل تلات أعمدة بلفة واحدة. ادي واحد اتنين تلاتة، بعد كده هيقابلني التلات أعمدة اللي بلفة واحدة، هعمل فوق كل عمود بلفة عمود واحد بلفة. ادي واحد، ادي العمود الأول، العمود التاني، العمود التالت. هيقابلني بعد كده العمود اللي هو بلفتين اهو، هعمل فوقيه عمود بلفة وبعدين عمود تاني بلفتين في نفس المكان، عمود بلفتين وبعدين عمود بلفة. بعد كده هيقابلني التلات أعمدة اللي بلفة واحدة، هعمل عمود فوق كل عمود، عمود واحد فوق كل عمود بلفة. ادي عمود وهنا عمود. هيقابلني بعد كده اللي هو التلات أعمدة بلفتين، هعمل فوق كل عمود بلفتين تلات أعمدة بلفة واحدة. ادي أول عمود، العمود التاني، والعمود التالت. هيجي فوق العمود التاني اللي بلفتين، هعمل فوقيه تلات أعمدة بلفة واحدة. ادي أول عمود، العمود التاني، العمود التالت. هاجي عند اخر عمود بلفتين اهو، هعمل فوقيه تلات اعمدة بلفة واحدة. ادي واحد اتنين تلاتة. وزي ما بدأت هنا بغرزتين حشو، هاجي عند التلات سلاسل دول كده واعمل غرزتين حشو. ادي اول غرزة وادي الغرزة التانية، وبعد كده في اول غرزة حشو هعمل منزلق. وبكده انا نهيت القلب بتاعي اهو، ادي شكله. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.